مساء الخير عليكم. في فيديو حكاية النهاردة هنتكلم عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهنكشف ليكم عن حقيقة حملها وفرحتها مع بنتها ياسمين، وهنشوف كمان أول ظهور لوالد أحمد العوضي اللي أشعل السوشيال ميديا. هنعرف كل التفاصيل، بس قبل نكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. ودلوقتي يلا بينا نكمل الفيديو بس بعد الفاصل. الفنان أحمد العوضي فاجئ جمهوره ومتابعيه على حسابه الشخصي على موقع انستجرام، ونشر لأول مرة صورة لوالده، وظهر أحمد العوضي مع والده في الصورة، وعلق العوضي على الصورة وكتب: أبويا البركة، ربنا يخليك لنا يا حاج. وبمجرد ما نشر العوضي صورة والده انهالت التعليقات عليه، وعلق كتير من الجمهور على الصورة وقال ان في شبه كبير بينهم. ومن ناحية تانية نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديد ليها هي وبنتها الكبيرة ياسمين، وكان واضح جدا في الفيديو فرحة ياسمين وبنتها، وانتشر خلال الساعات اللي فاتت ان سبب الفرحة الكبيرة دي اللي ظهرت بيها ياسمين مع بنتها ان هي حامل من جوزها احمد العوضي، وده بالرغم من ان ياسمين ما اعلنتش ده بنفسها وما قالتش ان هي حامل لغاية دلوقتي. بس انتشار خبر حملها ده كان بسبب ان ياسمين كان المفروض ان هي تقدم مسلسل يتعرض خلال شهر رمضان اللي جاي، بس هي اعتذرت عنه. وكمان جوزها احمد العوضي مش هيشارك باي عمل في رمضان اللي جاي، واتقال ان سبب اعتذار ياسمين عن المسلسل هو حملها، علشان المشاركة في اي عمل بتتطلب مجهود كبير، وده خطر على الجنين في الشهور الاولى، ده لو ياسمين حامل فعلا. والحقيقة كلنا مستنيين ان ياسمين تطلع ترد على الاخبار اللي انتشرت دي، سواء ان هي حامل او ان دي اشاعة، وكمان ترد على اشاعة انفصالها عن العوضي اللي رجعت تنتشر تاني، علشان ياسمين بقالها فترة كبيرة ما نشرتش صور بتجمعها بجوزها احمد العوضي، وكان اخر ظهور ليهم في شهر ديسمبر اللي فات مع الاعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم، وده مش معناه ابدا ان هما انفصلوا، علشان واضح جدا ان ياسمين بتحب العوضي والعوضي بيحبها، ومش ممكن ان هما ينفصلوا عن بعض بالسهولة دي. وفي نهاية الفيديو كلنا بنتمنى حياة زوجية سعيدة للثنائي الجميل احمد العوضي وياسمين عبد العزيز، واحنا مستنيين رد ياسمين على خبر الحمل ده. فيديو النهارده خلص، بس لسه حكايتنا ما خلصتش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو اول مره بتشوفنا، علشان يوصلك كل جديد على قناه حكايات النجوم.